بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، يسعدني أن أعبر لكم عن ترحيبي والوفد المرافق لكم في إطار زيارتكم التي تقومون بها إلى الجزائر، والتي نتمنى أن تفتح آفاقا جديدة لعلاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر وفرنسا. إن المحادثات البناءة التي أجريناها اليوم بالصراحة المعهودة تنم على مدى خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها وتشعبها، كونها تشمل جميع المجالات انطلاقا من الذاكرة، مرورا بالتعاون التقني والاقتصادي، ووصولا إلى الحوار والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا، ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقتنا في كل المجالات، وذلك تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه، المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين. على الصعيد الثنائي، قمنا بتقييم ما تحقق من أهداف إعلان جزائر للصداقة والتعاون بين البلدين الذي أبرم سنة 2012، حيث وقفنا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات شعبينا وبلدينا في إرساء علاقات استراتيجية تكون في مستوى الإمكانيات الهائلة لبلدينا، وتضمن الاستجابة للطموحات الكبيرة والمشروعة لشعبينا. وفي هذا السياق جددنا عزمنا على الدفع نحو تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بعلاقتنا وفق خطوات عملية مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى للسياشن، واللجنة المشتركة الاقتصادية كوميفا، والحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي، مع تكثيف وتيرة تبادل الزيارات على كل المستويات بين مسؤولي البلدين. ومن خلال هذا البرنامج نطمح إلى تكثيف التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي، وتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الإصلاحات الوطنية الكبيرة والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. لقد كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة الأوضاع الراهنة الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. تبادلنا خلاله من جهة وجهات النظر حول عديد القضايا الهامة بالنسبة للبلدين، خصوصا الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، التي تستدعي تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن جهة أخرى اتفقنا على ضرورة تكثيف التشاور فيما يخص المسائل المطروحة على الساحة الدولية، والتي استقرت
عن تحديات جديدة تمس بأمن واستقرار محيطنا المتوسطي، بل بالسلم والأمن الدوليين. إن الواقع الدولي الراهن والصعوبات الناجمة عنه يتطلب من كلا البلدين العمل سوياً على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل مواجهتها وفقاً لتصور شامل ومنسجم يسمح بمعالجة فعالة لجذور الاضطرابات الحالية من خلال التمسك التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها ضمانة هاما لحفظ الأمن والاستقرار. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أثمن النتائج المسجلة لزيارتكم إلى الجزائر التي مكنت الطرفين من إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين بلدينا ورسم آفاق واعدة للرقي بالشراكة الاستثنائية التي تجمعنا. أجدد لكم الترحاب، والكلمة لكم سيد رئيس باروليتاو. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. شكرا سيدي الرئيس. السيدات والسادة الوزراء، والسيدات والسادة السفراء، السيدات والسادة، يشرفنا ويسرنا استقبالنا في الجزائر العاصمة، ونكون إلى جانبكم اليوم، وأن نتوجه يوم غد في إطار هذه الزيارة، زيارة العمل والصداقة. اسمح لي سيدي الرئيس أن أبدأ أولا بالتعبير بأحر العبارات عن حزننا الكبير للوفيات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية الناجمة عن الخسائر التي تكبدتموها. أعرف بأي شجاعة واجهتموها تماما كما في الصيف الماضي، ونحن أيضا واجهنا حرائق لم يكن فيها خسائر بشرية، ولكن أعتقد أننا نقف جنبا إلى جنب لمواجهة هذه التحديات وتضامن من فرنسا. لكني وددت أن أبدأ هذه الكلمة سيد الرئيس، وأنتم قلتم للتو بكلمات المنتقية انتقاء مثاليا، ولهذا السبب سأحاول أن أتوجه بكلمة. لدينا تاريخ مشترك معقد ومؤلم، وفي بعض الأحيان منعنا من الرؤية نحو المستقبل. أستطيع أن أقول إن إرادتنا والعمل الذي نقوم به منذ 5 سنوات في فرنسا والحوارات الدائمة والمتبادلة يجعلنا مرتاحين لفكرة أننا نعيش لحظات فريدة من نوعها. أتمنى أن نتمكن من مواجهة الماضي بكل تواضع وبإرادة لإبراز الحقيقة ذاكرة وتاريخا، وليس التخلص من هذا الماضي، لأن هذا الأمر مستحيل، إنها أرواح وتاريخ مزدوج. لكن يجب أن نعمل على أن يكون هذا التاريخ مشتركا، ولا يوجد أمرا يعيقنا. لقد تكلمنا مرة أخرى مطولا، وطلبنا من وزرائنا والفرق إتمام تسجيل ما تم الاتفاق عليه. يمكننا القول أننا قررنا سويا إنشاء لجنة مشتركة للمؤرخين، فلنفتح الأرشيف وندرس سويا هذه الحقبة التاريخية المصيرية من بداية الاحتلال إلى حرب التحرير دون طابوهات، وبإرادة عمل مستقلة وتاريخية وإمكانية الاستغلال التام للأرشيف، إذ هناك إرادة من الطرفين للمضي سويا لإتمام هذه الدراسة. أعتقد أنه أمر مهم جدا، لأننا ماضون إليه هو بناء المستقبل. لم نختر ماضينا بل ورثناه، يجب مواجهته والاعتراف به، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية بناء المستقبل لنا ولشبابنا. وبالنسبة لي هذا يعد من بين الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة والتبادل،
ما نأمل أن نبنيه معا ليس اليوم فقط بل للفترات القادمة. بناء المستقبل هو أن نقرره سويا، أن يكون لنا نظرة مشتركة لمختلف الرهانات وبذل كل الجهود سويا لإيجاد حلول لمساعدة الشباب الجزائري والفرنسي للنجاح كل في بلده وفي كلتا الضفتين عندما يقرران التنقل بينهما. وشبابنا المزدوج الجنسية الذي ورث هذا التاريخ مهما كانت صفته. فيما يتعلق بتنقل الأشخاص اتخذنا قرارات وسنعمل سويا لدراسة المواضيع الحساسة المتعلقة بالأمن والتي يجب ألا تعرقل السماح بالتنقل الحر والذي يخص الفنانين، الرياضيين، رجال الأعمال، الجامعيين، الباحثين، الجمعيات والمسؤولين السياسيين. وهذا ما يسمح لهم ببناء مشاريع مشتركة بين الضفتين. العقد الجديد لشبابنا الذي أتمنى أن نتمكن من إبرامه في هذين اليومين هو عقد يخص الاقتصاد والتكنولوجيا والبحث والثقافة والرياضة بين شبابنا ومواهبنا. هناك عدة نقاط تندرج ضمن جدول أعمالنا. أولها توضيح وتسهيل إطار التنقل، وقد وضعنا لذلك خطوات عريضة واضحة، ونواصل العمل في قطاع الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن النادرة وإمكانية المضي قدما في ميدان الابتكار التي يطمح شبابنا للعمل فيها بوتيرة أسرع وأقوى. وأنا أرى أن هناك مجالين، الأول الرقمنة والثاني العمل السينماتوغرافي. فيما يخص الرقمنة، شبابنا يتطلع لهذا المجال. لديكم مواهب كثيرة ونحن كذلك ومزدوج الجنسية أيضا. نتمنى أن نصل سويا إلى إنشاء مشروع حاضنة للمؤسسات الناشئة والحصول على دعم القطاع الخاص عبر الاتصال بحاضنة أخرى. وفيما يخص المناخ المقاولتي الجزائري الفرنسي الواعد، آمل مد جسور وإمكانية التكوين هنا، تطوير وتسهيل تبادل الخبرات والابتكارات المشتركة بين البلدين. نقطة ثانية كنت قد أعلنت عنها هي منتدى العالم المتوسطي. فرنسا تدعم هذه الديناميكية كونها أنشأت صندوق دعم خاص بمئة مليون يورو، وهو صندوق يرافق جاليتنا. أما النقطة الأخرى فتخص العمل السينماتوغرافي، تعد الثقافة والفن ضمن تصوراتنا نعتز بهما، وفي هذا المجال أيضا لدينا مواهب مشتركة. ومنذ سنة أعلنت من مارسيليا عن رغبتي في إطلاق استوديوهات وأماكن جديدة للإبداع السينماتوغرافي في عالم تنافسي. أتمنى أن نخطط لأعمال ومشاريع مشتركة مستقبلا، وتطوير برامج إبداع سينماتوغرافي وتطوير استوديوهات والعمل على التكوين في هذه المهن. ولا نريد أن نترك هذا العمل لغيرنا، لا للذين يريدون تشويه الماضي ولا للذين يريدون أن يكون المستقبل ظلميا. ونحن نعمل على طرد كلتا الفئتين من بلادنا. الإبداع يلعب هذا الدور وسيكون ذلك ضمن مشاريعنا. وهنا أود تهنئتكم على إنجاح الألعاب المتوسطية بوهران. وزيرنا حضر معكم قبل الانطلاق بأسابيع وأكد المكانة التي تحتلها الرياضة في بلادكم، وهي هواية مشتركة بيننا. عندما يكون فريقانا في الميدان نكون متحمسين لذلك، لكن إرادتنا هي ربط تعاون جديد
وسنتحدث عن ذلك في وهران مع رياضيين شباب سوف نلتقي بهم. تحسباً للألعاب الأولمبية وفيما يخص التكوين التجهيز سيتم تطوير التعاون بيننا، وسيندرج التعاقد أيضاً ضمن هذه الشراكة في المجال الجامعي والعلمي، وسيتم يوم السبت إبرام اتفاقية مع معهد باستور هي مهمة لرهانات الغد سواء تعلق الأمر بالأوبئة أو التحديات المناخية. وأؤكد أن هذه الشراكة الجديدة ستسمح لنا بإنشاء مبادرات مشتركة على الصعيدين العلمي والدبلوماسي لفتح أجندة لمكافحة التغيرات المناخية ولصالح التنوع البيئي. كوننا نتقاسم هذا الكنز الذي هو البحر الأبيض المتوسط، إرادتنا المشتركة والتي عبرنا عنها دبلوماسياً هي الحفاظ بطريقة أمثل على هذا المجال المشترك وإشراك شبابنا في ذلك وتشجيع البحث وإمكانية تطوير الشراكة في هذا المجال. تعد هذه بعض المحاور التي أردت أن أتطرق إليها. هناك محاور أخرى أردت التأكيد عليها وهي كثيرة، وهذه الشراكة الجديدة المستقبلية يمكننا ربطها. وفي الختام لن أطيل كثيرا، فقد تحدث الرئيس عن الورشات الأخرى، الاستقرار في المنطقة والقضايا الدولية والأزمات والتوترات الدولية عديدة للأسف. الساحل والمالي هما أولويات بلدينا، وهنا أحيي السيد الرئيس. مساعيكم في متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي المبرم في الجزائر. سأنهي مداخلتي بالحديث عن أوكرانيا، وبهذا الشأن تحدثت مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون وسأستمر في ذلك. أوكرانيا التي تشهد اعتداء على سيادتها وأراضيها من قبل قوة تشن عليها حربا، وأنا أدرك تماماً تمسك الجزائر باحترام الدول وسيادتها، ولذلك يجب وضع حد لهذه الحرب، يجب أن تكون قضية مشتركة. هذه الأزمة وكل الأزمات هي نتيجة للاعتداء الروسي على أوكرانيا، سواء كانت أزمات إنسانية أو دبلوماسية أو غذائية أو طاقوية، تهز بشدة استقرار العالم وخاصة القارة الإفريقية، لأنها تتسبب في ندرة الكثير من المواد الأساسية، وأظن أن مسؤوليتنا هي معالجة ذلك سوياً. هذه بعض المحاور التي أردت التطرق إليها، وهي تتطابق مع تصور السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وسنستمر في العمل سوياً ووزراؤنا كذلك. الزيارة مستمرة غداً وبعد غد، وأتمنى من خلال ما قررناه أن نصل إلى رؤية وبناء مشترك وصفحة جديدة في مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، وهذا مهم لبلدينا ولشبابنا وبصفة عامة لكل المنطقة. شكراً سيدي الرئيس على صداقتكم وصراحتكم والطموح المشترك.